السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في قناة أي جي يوتيوبر. النهاردة هنكمل سلسلة الربح من بلوجر، وهنتكلم عن الأرشفة بشكل أولي، إزاي تأرشف المواضيع بتاعتك والمقالات بتاعتك بشكل احترافي. هندخل على المدونة بتاعتنا بعد ما فتحنا جوجل بلوجر، هنروح على إعدادات وهنخش على إعدادات البحث. أنا مجهز لكم ملف ريبوت دوت تكست. الملف ده بيظبط البوت بتاعت جوجل، بحيث هي البوت دي إنها تخش على المواضيع وما تأرشفش الحاجات اللي مش مهمة، يعني تأرشف الحاجات المهمة، يعني زي المقالات، زي المواضيع، الصفحات بتاعتك، الحاجات المهمة في موقعك، بحيث ما تشتتش العناكب البحث او البوت بتاعت جوجل انها تنشغل في حاجات تعرفش حاجات ملهاش لازمه، تمام، انت مش محتاجها في جوجل. فالملف ده اهميته ان يخلي البوت بتاعت جوجل تروح للحاجات المهمه اللي انت عايز تعرفها. فاي مشكله في ملف البوتس ده ممكن يؤثر، مش ممكن، ده اكيد انه هيأثر على أرشفة مدونتك في جوجل، تمام. فأنا مجهز لكم ملف. هنفعل الأول بعد ما دخلنا على إعدادات البحث، تمام. هنخش على ملف تكست ريبورت مخصص، هنقول له تعديل، هنقول له نعم علشان يفتح لنا معانا المربع ده ونحط فيه الكود اللي أنا مجهزه ده. الكود ده انا مجهزه بناء على ان انا فاهم سيو، خصوصا ان انا مبرمج ويب، فلازم اعمل برمجيات مهيئه، تمام، او مجهزه انها تتارشف بسهوله في جوجل، تمام. فالكود ده منسق، تمام. تاني حاجه، مفهوش اي مشكله، مش هيضر مدونتك، ده بالعكس هيفيدها جدا جدا جدا. الملف ده احتمال وارد ما تلاقيهوش على النت، انا مجهزه بنفسي، تمام. هنا بتغير الرابط بتاع المدونه بتاعتك، تمام، اهو تحط المدونه، رابط المدونه بتاعتك انت، اسم مدونتك، ما تنساش الكلام ده، تمام، عشان العنكبوت او البوت بتاع جوجل لما يدخل يبقى عارف السايت ماب بتاعتك. السايت ماب دي سايت ماب دوت اكس ام ال، دي بتاعت المقالات او المشاركات بتاعتك. السايت ماب بيجس دي بتاعت الخاصة بالصفحات بتاعتك. بعد كده هندوس حفظ، دي اول خطوة هنعملها علشان نهيئ البلوجر بتاعتنا لمحركات البحث، تمام. بعد كده في حاجة اسمها علامات رؤوس مخصصة لبرامج ريبوتس، هنعمل لها تعديل برضو، هنقول له نعم. هنا انت عايز تأرشف ايه من الصفحة الرئيسية، هتقول له all، صفحات البحث والارشيف all، التلقائي للمشاركات هتقول له all، وهنعمل حفظ، تمام. كده احنا فعلنا اول حاجتين مخصصين بالريبوتس علشان نهيئ العناكب او البوتس بتاعت جوجل انها تأرشف اللي احنا خصصنا ليها بس، تمام. بعد كده هتخش على سيرش كونسول، هتقول له تعديل، هيفتح لك الموقع بتاع سيرش كونسول اللي هو هتضيف فيه موقعك، اهو ويلكم سيرش كونسول، اللي هو يعتبر ادوات مشرف المواقع، هو حاليا غيروا اسمها جوجل سيرش كونسول. هنختار بدائل عنوان، هناخد عنوان المدونه بتاعتنا اهو، نقول له كوبي، وهنروح هنا هنقول له بيست، هنقول له اهو، هتقول له بيست، تمام. هنمسح او حطها ضيف افضل، تمام. هتقول له متابعه، طريقه التحقق لتجنب فقد اثبات يمكنك اضافه عده طرق اعدادات اثبات الملكيه، تمام. هو كده يعتبر تم التحقق من الملكيه تلقائيا، علشان انا مسجل سيرش كونسول بنفس البريد اللي انا عامل بيه المدونه، تمام.
يعني ده يفضل ان انت تدخل تتاكد ان انت داخل الجوجل سيرش كونسول بنفس البريد اللي انت عامل بيه المدونه عشان ما يحصلش معاك اي مشكله. انتقال الى الموقع اهو كده اتضاف معانا. دلوقتي المفروض ان احنا هنضيف ملفات السايت ماب علشان جوجل تعرف ايه المقالات والمواضيع اللي احنا هنرشفها. تمام، انا برضو مجهز لك الحاجات المهمه اللي انت هتبتدي ترشفها، يعني ملفات السايت ماب. هنا اول حاجه هنرشف السايت ماب، هتاخدهم كده بالترتيب اهو. هتاخد كوبي الملف ده كليك يمين كوبي، ده زي ما اتكلمنا ده السايت ماب المسؤوله عن المقالات او المشاركات بتاعتنا اهو. سيو عليها. تمام، تم الاجراء بنجاح. دي اول حاجه. هنيجي بعد كده للسايت ماب بيجز، وهنضيفها برضو. تمام اهو، انا بالفعل عندي صفحتين وعندي تقريبا 4 مشاركات دول اللي نزلوا. الملف ده بيتعمل ابديت بشكل تلقائي، وهو الملفات دي تمام بيتعمل ابديت بشكل تلقائي، بتنزل فيهم الصفحات اللي انت كريتها او بتعملها، وبتنزل هنا برضو المشاركات بشكل تلقائي اللي انت بتنزلها. تمام، دي رقم واحد. دول اهم حاجه. رقم اتنين بقى هنضيفها، اللي هو xml rss.xml. دي حاجه اسمها خلاصات الخلاصات بتاعت المقالات الجديده بتاعتك. يعني انت مثلا النهارده نزلت 10 مقالات، دول بينزلوا في الخلاصات. يعني انت كل يوم مثلا بتنزل مقال اتنين، دول بيبقوا موجودين في الخلاصات. تمام، او ال rss. تمام، ده علشان نقول لجوجل ان احنا اهو نزلنا مواضيع جديده. تمام اهو، احنا نزلنا مواضيع جديده يا جوجل، خدي بالك. تمام، هنا برضو ده الفيد بوستس، ده برضو يعتبر زي ال rss كده. تمام، بس بشكل اعمق شويه، في كلمات اعمق شويه. تمام، المواضيع بتبقى يعني اوضح بالنسبه لل rss. ال rss ده مش مكتمل شويه. تمام اهو، ده تنسيق اتوم، ده تنسيق rss. تمام، ده ملفات سايد ماب. يعني شفت اهو، جايب لك نوع كل حاجه. برضو احنا برضو هنضيف الاتوم اهو، هنضيف ده تمام. بعد ما ضفنا ملفات السايت ماب، تمام، انا عن نفسي بحب كنت يعني بفضل ان انا اضيف كنت السايت ماب بس، والسايت ماب بيجز. تمام اهو، بعد كده احنا بعد ما خلصنا اضافه السايت ماب، تمام كده انت هتنتظر خلال يوم او اتنين بالظبط ان شاء الله مواضيعك هتنزل في جوجل. لو في حد حاول يضيف سايت ماب ما ضفتش معاه، تمام، او حصلت فيه مشكله كده، اذا هو مش منزل مواضيع. تمام، او جيب له رساله مثلا، هو كده مش منزل مقالات او مشاركات على المدونه بتاعته. تمام،
فيضيفها عادي، ولما ينزل مشاركات هي هتظبط لوحدها في الابديتس بتاعت جوجل. تمام. واتمنى يكون الدرس ان شاء الله يعني تستفادوا منه، وما تنساش لايك وشير للقناة والتفاعل معنا، ولو في اي مشكلة واجهتك يا ريت تكتب لنا في الكومنتس واحنا هنحاول نحلها لك. تمام. وإن شاء الله قريب كده في مفاجأة جميلة على القناة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.